بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 166. الحمد لله على واسع فضله وكريم إحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والخلة كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير. قد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما الخلة فخاصة. وقول بعض الناس: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة، قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وأما ما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة في الشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده، فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح به ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته لإلقائه في النار. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله،
والخلة ليس فيها لغير الله والخلة ليس فيها لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، والمقصود هو أن الخلة والمحبة تحقيق عبوديته. وإنما يغلط من يغلط في هذه، حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء، أو إدلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا في المحبة عنده فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس وتدعيها. وكره من كره من أهل العلم والمعرفة مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وحررها بالأمر والنهي الذي جاء به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في جمعه وجهل في حمقه كما ينبسط الإنسان في حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله، من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم ينب منها فإن الله يبغض منه ذلك، كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها. ولو كان أرفع الناس مقاما، فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها، بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما، كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك أحدا في النار فأنا منه بريء. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والآخر جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم:
إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشائخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. ومثل هذا يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام، والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم. ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن فيها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق للعبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله.